سيد شاويش، بداية أهلا فيك معنا. أكثر من 12,000 وربما وصل العدد إلى 16,000 من الفلسطينيين داخل سجون النظام السوري، والحديث دائما أن وجودهم غير قانوني وبدون محاكمات. هذا يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن المعلومات ربما المتوفرة لديكم عن هؤلاء. بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على هذه الاطلاله وهذه الارقام والاحصائيات التي ذكرت وتسليط الضوء على قضيه حساسه وملف مهم جدا كملف فلسطيني سوريا، الذين كما تفضل كانوا يشكلون كتله بشريه كبيره في ساحه يعني في جغرافيا قريبه من جغرافيا فلسطين. لا شك الارقام التي ذكرت والمتعلقه تحديدا في المعتقلين او المختفين قصريا هي ارقام يعني استطاعت بعض مراكز الابحاث والدراسات وبعض المراكز القانونيه والحقوقيه الوصول اليها وبصعوبه جدا، وهي ارقام لا شك متضاربه حتى نكون واقعيين لاسباب متعلقه بان جزء كبير من اهالي المعتقلين والمختفين قصريا يجدون حرجا او خوفا في الادلاء بتصريحات عن ذويهم بسبب الوضع الامني المتردي في سوريا، وايضا هناك اشكاليه متعلقه بالفوضى والتوترات الامنيه والعسكريه على كافه جغرافيا الارض السوريه، وايضا تعدد الجهات الامنيه في سوريا يرخي بضلاله بشكل يعني يؤدي الى اختلال في يعني احصاء دقيق 100% فيما يتعلق بالمعتقلين، لكن من حيث المبدا هذه ارقام تشكل مؤشرات الدلالات خطيره جدا على الواقع فلسطيني. نعم سيد شاويش، هل بالضروري ان يكون مصير هؤلاء ال 12,000 فلسطيني معتقلين داخل سجون النظام وربما العدد اكبر من ذلك بحكم عدم وجود عدد دقيق وواضح وصريح بالنسبه للمؤسسات والمراكز الحقوقيه والقانونيه ايضا، هل هؤلاء بالضروري يكون مصيرهم مثل مصير باسل صفدي؟ حقيقة هذا يعني هذا يسعى على قصة إلى أين يذهب هذا الملف الحساس من ضمن ملف فلسطيني سوريا. الصفة التي ممكن أن نطلق على هذا الملف الحساس أنه ملف مجهول وأفقه مظلم وغير معروف أين يذهب الأمر بهذا الملف. تحديدا قصة الشهيد المهندس باسل الصفدي توضح أو تجلي بشكل صريح على يعني نتائج كل هذا الملف. شاب متعلم مبرمج مفكر يعتبر رقم 19 من بين 100 مفكر مستوى تعليمي عالي، ومع ذلك كل هذه القضايا لم تردع هذا النظام ولم تردع الجهات الامنيه من يؤدي الى اعدامه، وحتى كل مناشدات المراكز الحقوقيه والمؤسسات الدوليه في هذا الاتجاه ايضا لم تؤدي الى نتيجه ايجابيه في هذا الاتجاه، وبالتالي مصير هؤلاء الذين ذكرت مصير يبقى مجهولا ما دام لم تستطع اي جهه حقوقيه او جهه قانونيه او حتى طيب من هي الجهه سيد شاويش دعني اسميها الرسميه التي من المفترض ان تبحث في امر هؤلاء الفلسطينيين المتواجدين داخل سجون السوريه؟ هناك حقيقه يعني عده مستويات او عده جهات تقع على عاتقها مسؤوليه ابناء شعبنا الفلسطيني في سوريا. هي في المستوى يعني هي في المستوى المحلي الفلسطيني او في المستوى العربي في المستوى الاسلامي ولا شك في المستوى الأممي، وفي كل مستوى من هذه المستويات هناك يعني كم من الأدوات. طب دعني أتحدث في المستوى الفلسطيني على الأقل سيد شاويش، يعني السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية روما ويحق لها أن تترافع في محكمة لاهاي في النهاية. في المستوى الفلسطيني الجهة المسؤولة بشكل واضح ومباشر هي منظمة التحرير الفلسطيني وتحديدا دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، والآن باعتبار أن السلطة دعنا نقول يعني ابتلعت نوعا ما المنظمه، بالتالي السلطه هي التي تتحمل المسؤوليه وعليها ان تفعل دائره شؤون اللاجئين. هؤلاء اللاجئين يخضعون الى ولايه دائره شؤون اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطيني، وبالتالي على السلطه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه ان يعني تفعل هذا الامر وتسلط الضوء على هذا الامر وتنقل معاناه ابناء شعبنا الفلسطيني سواء المعتقلين او غير المعتقلين الى كل المنابر والمحافل الدوليه حتى تفعل هذه القضيه وتؤدي الى نتائج ترفع معاناه ابناء شعبنا الفلسطيني وتحرر المعتقلين ويعني تؤدي الى 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 يعني ازاله كل هذا الوصف الكارثي عن ملف فلسطيني سوريا. شكرا لك ماهر شاويش، عضو مجموعه العمل من اجل فلسطيني سوريا والباحث والاعلامي الفلسطيني، كنت معنا هاتفيا، شكرا لك.